احنا طلبنا حضور الاخوة للاستفادة من طبيعة العمل بين الوحدات الإدارية اللي في محافظة البصرة وهيئة النزاهة ليكون هناك تعاون بين الطرفين. ساهم العمل لمكافحة الفساد وإشاعة النزاهة والشفافية وإجراءات المساءلة ومحاسبة المخالفين وتقديمهم من العدالة. قيمة اليوم ورشة عمل حضرها الأخوة من هيئة النزاهة الاتحادية مع مجلس محافظة البصرة وبعض المدراء الدوائر الخدمية في محافظة البصرة، وكان الموضوع يتمحور حول كيفية التخلص من الفساد ومعالجة الفساد. وأيضا احنا بدورنا كمجلس محافظة من أهم واجباتنا هو الرقابة، فكان الباب أولى أن تكون هذه الورشة في مجلس محافظة البصرة ليكون هناك تعاون بين هيئة النزاهة ومجلس محافظة البصرة للقضاء على حالة الفساد في المحافظة. هذه الزيارة الأولى لمجلس محافظة البصرة والرقابة على هي الزيارة الأولى، وإن شاء الله ستكون هناك زيارات لاحقة لأجل التعاون بين هيئة النزاهة الاتحادية ومجلس محافظة البصرة. اليوم ورشة عمل في مجلس محافظة البصرة بخصوص التثقيف عن مجالس المحافظات لملء استمارات كشف الذمه الماليه وكيفيه الابلاغ عن الفساد، باعتبار انه هيئه النزاهه تتعاون بهذا المجال ويا مجالس المحافظات، واطلقت برنامجها من داره العلاقات مع المنظمات غير الحكوميه في هيئه النزاهه، اطلقت هذا البرنامج للتثقيف عن مجالس المحافظات الجديده. زيارتكم الاولى هذه الى مجلس محافظه البصره، ام هناك جولات في محافظات العراق؟ احنا تقريبا زرنا 6 محافظات وهذه الجوله السابعه لمحافظه البصره. زار مجلس محافظه البصره اليوم موفد من بغداد، وهم موفد يمثلون لجنه النزاهه المركزيه، وكان هذا الوفد هو اللي شرح كشف الذمه الماليه، والحمد لله كان نقاشات مستفيضه وجيده عبرت عن ما هو موجود في داخل هذه الذمه الماليه. لكل زياره للمال المكلف او زوجي او اولادي تزيد على 20% لا يبررها بشكل